أنه اكتشف بعد 4 أشهر أنه عنده طفل. هذا الطفل يقال على حد قوله يعني بعائلة عائلة ثرية. عرفت عليه أنا ما كنا في البيش هكا قاعد قدامي هضرت معاها عطاتني نيميرو. تم الحومة كاع مليانة كاع الناس استعجبت كي قبلت هذا الطفل. عطات لك هاتف عشيت الو دوبوي كو جو فوزي في سمانه كانت خطرتها. ياسين انت بعد طلاقكم او الخلع اللي رفعته عليك اكتشفت انها كانت حامل وانت جهلت ذلك. انا اكتشفت حتى كي عيط لي بروكير. يا مواطن روح لعندنا كي جا او عندك طفل هذا المرأة راهي توزع الاطفال في الولايات. سجلته باسمها وبعد ذلك مدته لعائله اخرى. علاش خفات هذا الابن؟ ولا بالك باش تمدوا متفقه مع كاش ناس عندهم دراهم يخلصوها بالاورو. ياسين انت تقبل وليدك يتباع؟ ما قداش كيف يبيع طفل عنده بابا؟ جهات امنيه او قضائيه لازم يتابعوا هذا الملف لانه ملف مثير جدا. زبير هو في إطار المساعدات لوجوهها لشيء أدوي الاحتياجات الخاصة تمكن من الحصول على قطعة أرضية من طرف البلدية، لكن وللأسف الشديد تم الاستيلاء على هذه القطعة. هذا ظلم، هذا الإنسان من 94 والوالدة والوالد يجري. يعني كالهير يحكي انتفاخا صولة الأسد، يديروا قرارات مع فيه ما تطبقش. قالوا لي بلي أشوف هذا الأطفال هذا ميت. الناس راهي بانيين فيلات ما أحياء بأكملها. ما عندهم ولا بلديات يعني ما عندها ولا وثيقة يعني تعجب لما نشوف الدقة هذه 20 متر يعني تقولي أنت كل شيء راه يمشي كالساعة. لا يطبق القانون على الضعيف. راهي مقسومة. بائع الورود الآن 20 متر بائع الزهور والزبير اللي ما اداش حقه وانتايا أقمش أقدر خاص غير يردوها أرديس في هذيك 20 متر. عدد جديد من برنامج ما وراء الجدران تتابعونه سهرة الأربعاء على 9:30.